تطور خطير، جبهة تحرير تجراي يبدأ الزحف لسد النهضة ومحاصرة بحيرة تانا وجيش أبي أحمد بيهرب. بننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل تفاصيل قيام أمين شرطة بقتل شقيقين في الشارع. بننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. بننشر ليكم التفاصيل وهام جدا بيان ناري من مصر على أنباء عن وقف تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية. وفي البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا وعاجل تفاصيل قيام أمين شرطة بقتل شقيقين في الشارع. وقررت نيابة شبين القناطر في مصر حبس أمين شرطة بمرور الأليوبية لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص بسبب مشاجرة في الشارع. وبدأت المشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات، فحاولا الشقيقان تعطيله عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية أصابت الشقيقين وتم نقلهما للمستشفى حيث توفي هنا خلال محاولة إنقاذهما. وتبين أن الشقيقين حاول أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفة مرورية بحقهم، فقام الشرطي بإطلاق الرصاص عليهما مما أدى لوفاتهم خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب. واحتجاجا على حادثة القتل، تجمهر أهالي الضحيتين وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، حيث تمكنت أجهزة الأمن بعدها من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بقنابل المسيلة للدموع. النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين. مصدر معانا كان من المصري اليوم. نتمنى إن شاء الله القضاء العادل أن يعني يجيب حق الإخوات اللي ماتوا ويحاسب أمين الشرطة على فعله. طبعا يعني أنا من الناس اللي يعني ما بحبش حاجة اسمها أمين شرطة ولا معهد أمناء شرطة. الفكرة يعني كانت سيئة للأسف في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتطور خطير، التجري يبدأ الزحف إلى سد النهضة ومحاصرة بحيرة تانا وجيش أبي أحمد بيهرب. وكالة رويترز أفادت بأن القوات المتمردة من إقليم تجري في إثيوبيا أحكمت سيطرتها على مدينة عريقة في ولاية أمهرة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. رويترز نقلت عن شاهدي عيان تأكدهم أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجري المتمردة دخلت مدينة لالابيلا المعروفة بكنائسها المنحوتة في قطع من الصخور والتي تمثل مكانا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذكس في البلاد. وقال أحد سكان لالابيلا في مداخلة هاتفية مع الوكالة إنه شاهد في المدينة مئات من العناصر المسلحة يتحدثون لغة تجري وليس اللغة الأمهرية التي يتقنها أبناء لالابيلا، ولديهم زي عسكري مختلف عما لدى أفراد القوات الحكومية. وأشار رجل آخر من سكان لالابيلا في مداخلة مع رويترز إلى أنه فر من المدينة مع نحو 200 شخص آخر بالتزامن مع وصول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجري. ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن عن سيطرة متمردي تجري على لالابيلا. وتمكنت قوات الجبهة الشعبية في يونيو الماضي من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تجري مدينة مقلي، ما وجه ضربة موجعة إلى الحكومة الإثيوبية التي أجرت في نوفمبر الماضي حملة عسكرية في الإقليم. طبعا يعني جبهة تحرير تجري عاوزة تطوق أبي أحمد عشان تنقض على إقليم الأمهرة، عشان يعني عاوزين
حسب يعني التحركات بتاعتهم دلوقتي، عاوزين يرجعوا يحكموا إثيوبيا زي ما كانوا حاكمينها في الأول. طبعا جبهة تحرير تجراي لما تيجي تسيطر على الرابط أو الطريق الرابط أو السكة الحديد الرابطة بين إثيوبيا وإريتريا، طبعا كده مسكت أبي أحمد من الاقتصاد. لما جبهة تحرير تجراي أيضا تقوم بالاستيلاء على منطقة سد النهضة، هتكون بتحاصر أبي أحمد بشكل كامل، وهتكون عملت عليه حاجة زي هلال. هذه الجبهة قادرة في وقتها انها تحتل العاصمة وتحكم اثيوبيا بهذه الطريقة. يعني اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل، تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز. واعلن الفنان المصري احمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز مغادرتها المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة دقيقة قبل أسابيع. العوضي قال إن حالة ياسمين عبد العزيز تحسنت بشكل نسبي، ولكنها ستستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء، حيث أعرب عن أمنيته في استرداد ياسمين لكامل عافيتها خلال الفترة المقبلة. 17 يوليو الماضي أعلن العوضي على صفحته الرسمية على فيسبوك أن ياسمين عبد العزيز تخضع لعملية جراحية داخل مستشفى القاهرة، وقال رجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعوتكم. وما زال العوضي يتكتم عن أي تفاصيل حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل على فيسبوك. وحذر العوضي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. أكد أن التصريحات بهذا الشأن تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر أخير معنا و هام جدا، بيان ناري من مصر على أنباء عن وقوف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. ردت الحكومة المصرية على نشر أخبار من صحف أجنبية ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر مع روسيا. مركز الإعلام المجلس الوزراء المصري قال إنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت تلك الأنباء. أكد أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مشددة على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات بمفاعلات من الجيل الثالث المطور جين بلس 3. مصدر معانا كان من RT والأهرام، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.